طيب مفيش شك ان كل اب وام بيفرحوا لما يشوفوا ولادهم قادرين وهم صغيرين على تعبير عن رأيهم من غير كسوف او خجل، لكن في اطفال تانيين عندهم صعوبة في التواصل وقلة الكلام. خبراء علم النفس قدموا نصايح مهمة بتساعد أولياء الأمور على تشجيع أولادهم على التواصل والمشاركة. هنقول لكم أول نصيحة، وهي تشجيع الأطفال على التواصل، وده بيحصل لما الآباء والأمهات بيبدأوا المحادثات المختلفة وتشجيع أبنائهم للمشاركة فيها والاستماع ليهم. ده بيخليهم بيشعروا براحة وانفتاح مع تلك المحادثات. تاني نصيحة، الكلام مع الأولاد، وده بيحصل. إيمان هتحب تقولي؟ بصي، يا فكرة ان احنا نتكلم مع ولادنا، احنا مش بس ان احنا بنشجعهم على التعبير عن نفسهم، ودي حاجة مهمة جدا تحتها 100 خط، ان الانسان دي حاجة بتكبر معاه، فكرة قدرته على التعبير عن نفسه هي اللي بتطلع كل الافكار، كل الطموحات، الاحلام، الابداعات من البني ادم، فدي لازم يكون متنمي عليها من صغره. في كتير امهات بتشتكي تقولك انا ابني متأخر في الكلام، واللي في سنه بيتكلموا عادي وما عندهمش مشكلة، ده يمكن عشان انت ما بتتكلميش معاه كفاية. طيب بالنسبة كبروا شوية والمفروض ان احنا نتكلم معاهم، في امهات او في اهل بدون ما يقصدوا، مش ممكن اهل يكونوا قاصدين ان هم يأذوا ولادهم، يجي الولد يتكلم او البنت تتكلم لو هو متلعثم او بيتأتأ او حتى بيقول كلام من وجهة نظر الكبار عبيط. لا، اسمعي منه، لانه انت كده بتبني مش بس تعبير عن النفس، بتبني ثقه في نفسه. صح. مفيش حاجه اسمها طب بس اسكت اسكت، طب بس بلاش خيه، بصي العبط والنبي بصي بيقول. لا، انت بتدمري ثقته في نفسه، ودي حاجه هتكبر معاه. بص ايه، كبر بعد كده عنده فكره يقولها او عنده عايز يقول راي في حاجه، يرجع يكش تاني لانك دمرتي ثقته في نفسه، وده بيترجم عنده في الباك مايند، عنده في اللاوعي عنده، ان انا كلامي عبيط وكلامي ملوش قيمه وملوش لازمه، فخليني ساكت احسن. فدي مشكله. ربي ثقته في نفسه زي ما بتقولي، يعرف بلاش الموضوع ده بتاع كبار ما تتكلمش فيه، قوم امشي، ايه الهبل ده، ايه الاستهزاء بيه، هيخليه ما عندوش ثقه في نفسه. كمان تشجيع الولاد على القرايه واختيار وقت معين ان هم يقروا، سواء الاب او الام، اي حد فيهم يعود الولاد ان في وقت جيد نقعد كلنا نقرا فيه، نعرف افكار جديده، يعرفوا طريقه الحوار مع الناس ويبقوا اجتماعيين بعد كده، يعرفوا وياخدوا فكرة عن حاجات مختلفة وأسلوب جديد للحياة تعلموه في كتاب، نقرأ ونتكلم مع بعض، انت قريت ايه وانا قريت حاجة لطيفة قوي، فنقعد نتحاور، يبقى بيت فيه ثقافة ونربي فيهم حب القراية، دي حاجة مهمة. حاجة كمان، ان احنا دايما نسأل الولاد عن رأيهم، رأي الولاد مهم جدا، بيوضح مشاعرهم وبيوضح آرائهم، بيساعد دايما على يعني على البنى كده في شخصيتهم. بنعرف آرائهم في حاجات حتى لو بسيطة، الخطوة دي مهمة جدا، ودايما هتخلي يبقى فيه أولاد قادرين على التواصل وعلى التحدث بدون خوف أو قلق. حاجة كمان عايزة أقولها، إيمان لفتت نظري ليها، حاجة مهمة جدا جدا، في إن لما الأم تقول بصي والنبي العبط اللي بيقوله، أو شوفي بيقولي، أو اسكت اسكت، في كمان ناس تعمل إيه، يكون مثلا الابن بيستطر بيتهته أو تلعثم تلعثم، فهي قدامه شفتها كتير جدا، وفي سيدات مفروض إن هم يعني راقيين ومتعلمات وكل حاجة، تقوم عاملة ازاي، لازم اودي حد عشان محادثة، بصي مش عارف، خدتي بالك ما بيكلمش، فالولد بيسمع، ما بيكلمش كويس، بس مش اطرش يعني، بالظبط سامعها. بالظبط. فحصلت في يعني في حالتي انا، شفتها في حالتين فعلا حصل كده، ان لما بنوه عندها مثلا بكلم واحده صاحبتي اخد بالي بقول ايه، لان هو فاهم انت بتقولي ايه، ممكن مش عارف يعبر، فبيبتدي يبقى الكلام عنده بصعوبه اكتر. او ده مهم جدا لما الناس طبعا بتضحك، او هو وانت والقرايب بيضحكوا. لا في امهات، لا والله في امهات بتعمل ده خوفا بالاولى ان هي تاخد حد متخصص يعلمه التخاطب، يعلمه يبقى عنده ثقه. ما هي بتقول ده، بس بتقول ده قدامه بالظبط، عارفه. فكره ان انت الست اللي قاعده ماسكه التليفون على طول او قاعده مشغوله في اي حاجه، او نظرا لظروف شغلها انها بتغيب كتير بره البيت، فده هي بتجد ان ده مبرر ان هي ما بتتكلمش مع ابنها او بنتها كتير، وبالتالي هو اتاخر في الكلام او ما عندوش مفردات كفايه يعبر بيها عن نفسه. دي
مشكلتها. صحيح. ولانه ده الاهم، ان لازم تفضي له نفسك. في لقطه مهمه جدا بتفرق كتير قوي في تكوين وبناء الشخصيه عند الاطفال. اول ما تلاقي الطفل بدا ان هو يفهم وبيتكلم وبياخد ويدي معاكي في الكلام، كبريه ما تقليش منه قدام الناس، وكبريه في نظر نفسه وقدام حتى في نطاق الاسره. جميل قوي انك انت يبقى عندك مشكله فتيجي نادها لبنتك او ابنكم صغيرين. انا عندي دلوقتي مشكله مش عارفه اعمل فيها ايه، ايه رايك تقترحي عليا اعمل ايه او تقترح عليا اعمل ايه؟ هو هنا ده بيترجم عنده انه ايه ده، دي مسؤوليه كبيره قوي، ماما انا هحللها مشكلتها. فيا سلام بقى لو هو عمل قال حاجه وانت عملتي اللي هو قاله، وجيتي قلت له برافو عليك كان رايك صح، انا عملت اللي انت قلت عليه وظبط. احلى حاجه بقى، انت عارفه كميه الثقه في النفس اللي الكلمتين تقوليهم دول، طبعا التقدير بجد. التقدير والامتنان، وتكبري اولادك ما تقلقيش منهم، واشاركهم، وان انا فعلا احسسهم بان هم ليهم راي قد ايه بتعمل شخصيه وبتعمل مسؤوليه.